حضرتك وانت صغير يعني كيف اكتشفت انك رسام؟ انا اكتشفت ان انا رسام من خلال المدرسين بتوع المدرسه. يعني وانا في سنه تانية ابتدائي خدنا استاذ اسمه فتيحه الله يرحمه بقى الى متحف الفن المصري، واحنا شويه عيال كده بنروح دخلنا ايه تماثيل ضخمه وحاجات دقيقه وحاجات كبيره وجالنا انبهار. وروحنا يومها كاننا احنا يعني حصل لنا غسيل كامل كده، بقينا بني ادمين مختلفين. أيوة أيوة. بمجرد ما رحنا المشوار بتاع التحرير ده ورجعنا حسينا ان احنا حاجه تانية. كنا عمرنا ما سمعنا عن مصريين قدماء ولا نحت ولا فن ولا حاجه. وده مدرس تاريخ علم فينا، علم جامد قوي. أيوة. لدرجه ان انا دلوقتي انا بتكلم على 70 سنه فاتوا او 75 سنه. الاستاذ فتيحه ده ما انساش اسمه. ثم بعد كده كان في استاذ التربيه الفنيه استاذ عادل ياسا، ده كان راجل كمان عارفه حضرتك اللي بيعمل مهنه وهو زي ما يكون مدمن فيها. أيوة. يعني بيحب الشغله قوي وما يروحش ويفضل قاعد ويبقى يعني مندمج كده، فينقل لك احساس الغرام بالمهنه دي. فكنا بنقعد نشتغل معاه بحيويه وبحراره جامده جدا وتقدمنا معاه جدا. وكنا اي مشكله نواجهها في المدرسه هو يتدخل فيها.